على شوطا تلو الآخر في هذا الصباح الجميل، في هذه التحديات الرائعة، ومع هذا السن، سن الإذاع، سن بتاع انطلاقة سليمة للشوط السادس، شوط خاص باللقاية بالإذاع البكار عفوا، المهجنات الأصايل لمسافتنا المعتادة والمقررة وهي 5 كيلومترات. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة والاندفاع التلقائي الحاضر دائما مع الأمتار الأولى، نتابع الصدارة وأرى رصاصا اللي على مقدمة هذا الشوط لحمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي، يعلن هذا الانطلاق تليها مع المركز الثاني. نتابع الشايبة شعار راشد بن محمد بن علي بن حمودة الكتبي وعلى مستوى المركز الثالث. نتابع التقدم من براشي حمد بن سلطان بن درويش المنصوري، يقدم براشي مع المركز الثالث. رابع الانطلاقات، رابع التحديات، عجايب حمد بن عبد الله بوهليبة، من يقدم عجايب بهذا الانطلاق على مستوى المركز الرابع؟ 5 الانطلاقات من الجانب الاخر، من الجانب الاخر ارى القدوم في هذه اللحظات والتسلل مع الصبور لسعيد بن سيب بدوده العامري، ولكن اللي وصلت على مستوى المركز السادس في هذه اللحظات. التقدم الانطلاق لبراقه للدويس بن محمد بن مبارك الشامسي، يقدم براقه على مستوى المركز السادس. 7 الانطلاقات، 7 التحديات، آراء لمحمد يوسف غانم أهلي، يقدم آراء على مستوى المركز السابع. و8 الانطلاقات، 8 التحديات، وصلت الأسامي في هذه اللحظات. نتابع رغد لسالم بن حمد بن سالم بن سهيل العامري، 9 القدوم والانطلاق للصروح لخليفة بن مكتوم بن راشد بن حفيظ المزروعي، ولكن من الجانب، من الجانب الآخر، من الجانب الآخر أرى التقدم في هذه اللحظات مع المركز العاشر. نتابع الشايبة راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد، يقدم، يقدم الشايبة مع المركز العاشر. هذه النتيجة، هذه النتيجة مشاهدينا متابعين الكرام لـ10 المراكز المتقدمة. المسيرة تسير وتحديات هذا الشوط الحاضرة مع المراكز المتقدمة تقدمة ومع الكادر، مع الكادر العلوي لقناة دبي ريسينج صدارة هذا الشوط والمقدمة. وأرى هناك الشايبة، أرى الشايبة اللي قادت، اللي قادت المجموعة، اللي انطلقت بناموس هذا الشوط، يقدمها راشد بن محمد بن علي بن حمودة الاجتبي، من يقدم، من يقدم الشايبة وهي في عز الشباب، تقدم، تقدم أحلى العروض الصباحية مع هذا الانطلاق ومع بداية هذا موسم. نتابع المركز الثاني، التسلل، التسلل مع الصبور اللي تقدمت في هذه اللحظات بفارق راس. سعيد بن سري بدودة العامري يقدم، يقدم الصبور، من قادت المجموعة، من انطلقت بناموس هذا الشوط. رصاصة مع المركز الثالث، شعار حمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي، وعلى مستوى المركز الرابع التقدم العجايب حمد بن عبد الله بن علي بوهليبة، يقدم عجايب على مستوى المركز الرابع. 5 الانطلاقات، براشي تتسلل، تتقدم على مستوى المركز الخامس بقيادة حمد بن سلطان بن درويش المنصوري، متابعا لتقدم براشي على مستوى المركز الخامس. 6 الانطلاقات، 6 التحديات، براقة والدويس بن محمد بن مبارك الشامسي، يقدم براقة مع المركز السادس، المركز السابع. ذاتي في هذه اللحظات أرى محمد يوسف غانم أهلي، يقدم أرى مع المركز السابع والثامن. 8 الانطلاقات، رغد لسالم بن حمد بن سالم بن سهيل العامري، يقدم، يقدم هذا الاسم، وعلى مستوى المركز التاسع الوصول لحاضرين محمد بن يابر بن سعيد بن شطيط علي نيبي، ومع المركز العاشر، المركز العاشر عدامة لعلي بن سعيد بن سالم الزرعي.
هذه النتيجة. والنداء الثاني أكملناه للعشر المراكز المتقدمة بتحديات هذا الشوط، ولكن لنا عودة مع الصدارة والبداية والمقدمة. وأرى هناك اللي قادت المجموعة، اللي قادت المجموعة، الصبور 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 تقود هذه الجموع، تنطلق بناموس هذا الشوط. سعيد بسريم، بدود بسريم، العامري يقدم الصبور بهذا الانطلاق. نتابع المركز الثاني، نتابع التحديات للشايب لراشد بن محمد بن علي الاكتبي. وأرى براشي مع المركز الثالث بهذا الشكل الفريد والمتميز، متابعة وتقدم حمد بن سلطان بن درويش المنصوري. المركز الرابع أرى محمد بن يوسف بن غانم أهلي يقدم أرى على مستوى المركز الرابع. خامس الانطلاقات حاضرين، محمد بن يابر بن سعيد بن شطيط الينيبي. وعلى مستوى المركز السادس التقدم في هذه اللحظات، التسلل لبلبلة لخليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. وأرى القدوم، أرى التحديات مع ظن لعبد الله بن سعيد بن مصبح المخمري، ولكن بنعود مع الصدارة. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، راح بهليب انطلق بتحديات عجايب عجايب على الصدارة، عجايب على المقدمة. باعدة المسافة، يرت الشوط في اللحظات الأخيرة، اندفاع تلقائي بدون أوامر بدون تعليمات. السلامات لأهالي العوير مع هذا الانطلاق المتميز. أسعد الله صباحكم مع انطلاقة وتحديات عجايب بدون أي أوامر بدون أي تعليمات، اندفاع تلقائي وذاتي في اللحظات الأخيرة. زادت من سرعتها، ما شاء الله تبارك الله. تهانينا لعبد الله بن علي بوهليب الدعم الرئيسي لهذا الشعار، وتقدم عجايب وبدون أي أوامر بدون أي تعليمات، عصاها راقدة وآمنة. تهانينا لمالك عجايب حمد بن عبد الله بن علي بوهليب. من يقدم عجايب. سلام للعوير ولحظات الوصول والاقتراب من خط النهاية بدون أي منافس بدون أي منازع على الإطلاق. تهانينا لحمد بن عبد الله بن علي بوهليب على فوز عجايب بالمركز الأول. المركز الثاني أرى محمد يوسف وغانم أهلي. المركز الثالث جاءت بشعار خليفة بن سلطان بن رشيد. المركز الرابع رغد الإسهال بن حمد العامري. المركز الخامس حاضرين لمحمد بن يابر بن سعيد بن شطيط الينيبي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام لمراكزنا الخمسة المتقدمة. لنا عودة مع التوقيت الزمني. هي لحظات الوصول 7:42 جزئين من الثانية، وتوقيت عجايب. تهانينا لحمد بن عبد الله بن علي بوهليب، والسلام للعوير. سلام بينما اللي وصلت مع المركز الثاني جاءت هراء. توقيتها الزمني 7:45 بالوفاء والتمام. تهانينا لمحمد يوسف غانم أهلي. وعلى مستوى المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام، هذه لحظات وصول وتقدم وانطلاق في اللحظات الأخيرة بشعار خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. ما قدم بلبلة 7:49.8 أجزاء من الثانية.